أما الآن ينضم معي على الهواء مباشرة عبر الأقمار الصناعية مراسلنا أحمد جمعة من لبريغا. بداية أهلا بك أحمد، هل لك أن تطلعنا على سير عمل المواني والحقول النفطية وتفاصيل سير عمل إنتاج وإعادة تصدير وإنتاج النفط؟ نعم بالتأكيد، هنا في شركة سيرت لتصنيع وإنتاج النفط والغاز تسير الأمور على ما يرام بعد إصدار قوات مسلحة والقائد العام للقوات المسلحة مشير خليفة بالقاسم حفتر أوامر تصدير البترول وفتح المواني النفطية والحقول النفطية. شركة سيرت تقوم أيضا بتفعيل مصفات التكرير والتي تتخصص بإنتاج الوقود وكذلك وقود الديزل الخفيف داخل الميناء والشركة وأيضا خارج هذه المواني في المناطق المحيطة بها. أيضا مصنع الميثانول جاهز للتشغيل داخل شركة سيرت. أيضا الحقول النفطية تقوم تدريجيا الشركة بعملية الإنتاج داخل المواني وأيضا من أجل تصدير البترول، وهذه الفترة تأخذ قليلا من الوقت بحسب ما أفادونا هنا المهندسين. الوضع داخل شركة سيرت ممتاز جدا. أيضا نتحدث عن فترة صيانة التي استغلتها الشركة أثناء إيقاف ضخ البترول، قامت بصيانة مصنع الميثانول، أيضا قامت بتطوير بعض الحقول النفطية التابعة للشركة وبعض الأبار النفطية. أيضا قامت الشركة بصيانة المصفاة الخاصة بإنتاج بعض المواد وبعض المحروقات. شركة سيرت هنا الأمور تسير على ما يرام. أيضا لو تحدثنا عن شركة الزويتينة والتي يوجد بها حوالي 6 مليون برميل من النفط مخزنة داخل خزانات الشركة في انتظار وصول الباخرة أورا والتي تتبع إحدى الشركات الأمريكية الخاصة بالبترول. هذه الباخرة ستصل قريبا إلى ميناء الزويتينة ليتم شحنها بكمية مليون برميل من النفط الخام. الوضع داخل الحقول النفطية، لو تحدثنا أيضا عن حقل أو عن ميناء رسنلوف، لا زال ميناء رسنلوف متوقف، أيضا ميناء السدرة متوقف عن العمل في انتظار صدور الأوامر من الإدارات بالإنتاج بشكل رسمي. أيضا ميناء الحريقة باشر في عملية الإنتاج ووصلت البواخر داخل الميناء. هذه الأمور، جميع هذه الأمور لها مردود إيجابي على المواطنين وعلى الوضع الاقتصادي. نعم. وفي الملاحظة نزول الدولار، أسعار الدولار ونزول ملحوظ للدولار داخل الأسواق. هذا هو الوضع الاقتصادي ووضع النفطي. نعم. داخل المواني والحقول النفطية. نعم. بطبيعة الحال ستؤثر أيضا حتى على الأوضاع المعيشية للمواطنين في المناطق. أحمد جمعة مراسلنا كنت معي على الهواء مباشرة من البريغا، شكرا جزيلا لك.